في خطوة لدفع حركة الكتابة والعملية الثقافية عموما بعد أن غيبت لحقبة من الزمن في العراق الذي يعد من البلدان الأولى في هذا المجال، جاءت دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع لتعيد الأمل من جديد في إحياء عبارة طبع في العراق. دار الكفيل أحيت عبارة صنع في العراق، ساهمت بتدوير الأموال والعملة الصعبة داخل البلد، كذلك امتصت جزء من البطالة الموجودة في الشارع من خلال إيجاد مجموعة من الخطوط، وهي سائرة الآن في موضوع التطوير، ولدينا مشاريع إن شاء الله تفتتح في سنة 20، ثلاث مشاريع إن شاء الله تكتمل في 2020. لم يقتصر الأمر على طباعة الكتب فقط، بل إنها توسعت للتعاقد مع جهات حكومية وغير حكومية لتوفير خدمات طباعية محمية يصعب تزويرها، بالاعتماد على رموز يتم الاتفاق عليها مع الجهة المستفيدة لتلافي عمليات الغش والتزوير، إلى جانب فتح خط لإنتاج الدفاتر. هذه المكان الحديثة حرصت أن تكون دائما هي الرقم واحد في العراق، هي تعد أحدث مطبعة في العراق، زائدا أدخلت مجموعة من الخطوط الوحيدة في العراق مثل خط إنتاج الدفاتر المدرسية، هو الخط الوحيد، طاقة الإنتاجية 100,000 دفتر باليوم. دار الكفيل جاهزة بكوادرها ومكائنها وموادها الأولية لتلبية أي طلب في مجال الطباعة لكل الجهات الحكومية، سواء كانت بمطبوعات سيكوريتي أو مطبوعات عادية. دار الكفيل نافذة طباعية أثبتت جدارتها على أرض الواقع من خلال طباعتها جزءا من المناهج الدراسية وتسليمها لوزارة التربية قبل موعد التسليم في العام السابق، وإنجاز أعمال أخرى كثيرة، وهي تستطيع أن تقدم خدماتها مثل أي جهة عالمية أو عربية مختصة بهذا المجال، لما تتميز به من وجود تقنيات حديثة وخبرات عراقية كفؤة.